انا عارف ان بعد المباراه بتبقى الناس متنرفزه شويه وكلام من ده، لكن ما فيش مشكله، خلينا دايما احنا نتكلم بالعقل وبالمنطق. النادي الاهلي كان ادى مباراه جيده من وجهه نظرنا جميعا، ودلوقتي كل الناس ابتدت تشوف هذا الموضوع. كمان النهارده بعد مباراه النادي الزمالك ونادي بيراميدز اقتنعت اكتر بالكلام اللي انا قلته، اقتنعت اكتر واقتناعي زاد بنسبه كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان النهارده مثلا بيراميدز النهارده كسب نادي الزمالك، ولكن يعني المباراه في النهايه 3 نقاط لبيراميدز، هو ده اللي تقدر تقوله عن هذه المباراه. على الجانب الاخر نادي الزمالك ما راحش بفرصه يا جماعه. فمن هنا زادت قناعاتي الحقيقه بالكلام اللي احنا قلناه، وبالكلام اللي الكابتن محمود الخطيب قاله في جلسته مع اللاعبين. قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه شيلوا من عليكم الضغط، شيلوا من عليكم الضغط، لان الفتره اللي جايه مش محتاجه ضغط، الفتره اللي جايه محتاج تركيز في الملعب، وهناك فارق كبير جدا جدا ما بين التركيز والضغط. زي ما قلت لحضراتكم انا مش فارق معايا مين اللي يكسب، لان النادي الاهلي عنده 8 مباريات ب 24 نقطه، لو النادي الاهلي كسب الثمان مباريات القادمه يبقى الدوري لصالح النادي الاهلي بدون النظر لاي شيء. فعشان كده انا كنت لا انظر الى اي نتيجه اخرى، وكنت مصمم ان انا ما استناش اي نتيجه، وكنت مصمم ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع، لانه موضوع مهم جدا. احنا قدامنا 8 مباريات مع فرق الثمان مباريات قويه جدا جدا جدا، انا بعتبرها كده، وكل مباراه فيهم اصعب من الثانيه. مباراه النادي المصري اصعب من مباراه بيراميدز من وجهه نظري، هتلاقيها اصعب من مباراه بيراميدز. وبالتالي لا، احنا عملنا مباراه جيده امام نادي بيراميدز، ولكن مشكله كبيره جدا تواجه النادي الاهلي، وانا قلتها هنا على الهواء مباشره، قلت مشكله اهدار الفرص. 4 فرص انا جبتهم لحضراتكم، 4 فرص ب4 اهداف محققه. ايه اللي بحس بقى النجم واللعيب الكره الكبير واسطوره كره القدم الكابتن خطيب راح قال ايه؟ حاسس ان ده ضغط على اللاعبين، ان الكره تيجي في صدر وليد ازارو وتبعد 3-4 ياردة كده، ده ضغط يا جماعه، ده ضغط. الكره جيرالدو لو حطها دي، لو قلشت من جيرالدو هتخش جون، عايز يضمنها 100% من كتر الضغط اللي عليه بيعملها كده متطلعه في الاوت. فده اسمه ضغط في كره القدم. وبالتالي لما قعد معاهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الكره، لما قعد مع اللاعبين قال لهم ايه؟ قال لهم كلمتين، قال لهم شيلوا الضغط ده من عليكم، احنا عايزينكم تركزوا بس بدون ضغط، لان اللعيبه اللي موجوده دي من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر وعلى مر الاجيال السابقه كمان. اللعيبه اللي موجوده دي هتفرحنا الفتره اللي جايه، اللعيبه اللي موجوده دي هنعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا جدا، وجمهور النادي الاهلي مستني منهم كتير، زعلان منهم شويه، زعلان منهم كتير، ولكن انا متاكد ان اللعيبه دي، لان زي ما قلت لحضراتكم ان انا او بقول لحضراتكم ان انا كلمت تقريبا 3/4 اللعيبه، عشان ما انا عايز اعرف برضو وعايز اطمن منهم، مش فارق معايا ايه اللي حصل، انا فارق معايا اللي جاي ايه؟ اللي جاي الدوري في رجليا، الدوري معايا، الدوري انا اللي اقدر اجيبه بدون النظر لاي حد تاني. النادي الاهلي لو كسب الثمان مباريات القادمه لن ينظر الى مباراه الزمالك وبيراميدز، لن ينظر الى مباراه الزمالك واي فريق اخر، لن ينظر الى مباراه بيراميدز مع اي فريق اخر. وبالتالي انا اركز مع فريقي، اركز ان انا عايز اكسب، اركز ان انا عايز الثمان مباريات القادمه اطلع ب 24 نقطه. مطلوب منكم ايه خلال الفتره اللي جايه للاعبين؟ مطلوب منهم ان هم يركزوا في الملعب بس بدون ضغط، بدون ضغط. لو ركزت في الملعب فقط وقدرت ان انت تؤدي مبارياتك كلها بتركيز عالي، اولا هتكسب بدل الجون 2 و3 و4، لان انت افضل من معظم الفرق اللي موجوده. ان لم تكن الافضل فانت افضل من معظم الفرق اللي موجوده او كل الفرق اللي موجوده تقريبا. والكلام ده انا مش بقوله كلام وخلاص ابدا، الكلام ده انا بقوله لان انا مقتنع بيه، وكتير جدا مقتنعين بالكلام ده. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انا مش فارق معايا مين اللي يكسب النهارده. مبروك طبعا لنادي الزمالك ان هو كسب، مبروك لنادي بيراميدز اللي هو كسب نادي الزمالك، ولكن انا كاهلاوي انا مش فارق معايا الزمالك يكسب بيراميدز يكسب، انا اللي فارق معايا بس ان انا اشوف فريقي خلال الثمان مباريات القادمه بيكسب الثمان مباريات القادمه.
مع المستوى والعرض اللي قدموه في تاني المباريات امام سان داونز اللي كسبناها هنا 1-0، ومستوى الفني اللي ادوه في مباراه النادي الاهلي ضد نادي بيراميدز، مع حل المشكله، حل المشكله، عندنا مشكله، عندنا مشكله، حد يقدر يقول غير كده؟ حد يقدر يقول ان احنا ما بنضيعش جوان؟ لا، بنضيع جوان، وعندنا مشكله ومشكله كبيره في اضاعه الاجوان، يجب ان تحل خلال الفتره دي. لا، مش يجب ان تحل، لازم تتحل قبل ماتش الخميس اللي جاي. لو انت كراس حربة، اي راس حربة موجود بقى، وليد ازارو، جيرالدو، مروان صلاح، اجاييه، اي حد من الناس اللي بتروح على الجون دي، لازم تركز على الجون فقط، ان انت تجيب جون بدون ضغط. لو ضيعت واحده هتجيب الثانيه، لو ضيعت واحده هتجيب الثانيه، ولكن الماتش لازم يخلص ان النادي الاهلي كسبان هذه المباراه بعد اذن ربنا. طبعا انا يعني باذن ربنا، وبعد كده المجهود اللي انت بتعمله في الملعب يخليك ان انت تكسب المباريات القادمه بعد حل المشكلات اللي او المشكله اللي موجوده داخل الفريق، اللي الكل بيعترف بيها، وهي مشكله اضاعه الفرص. هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه، او هي دي الطريقه اللي احنا عايزين نتكلم بيها ونفكر بيها خلال الفتره اللي جايه. عايزين نكسب مبارياتنا، بعد كده دايما النادي الاهلي مش محتاج يبص لحد، دايما النادي الاهلي مش محتاج يستنى نتائج حد. حتى هذه اللحظه احنا ماشيين على الطريق، وقعنا في النص مرتين، لكن انت لسه ماشي على الطريق. الثمان مباريات في ايديك، ال 24 نقطه لسه هتلعبهم خلال الفتره، مش في ايديك لكن هتلعبهم خلال الفتره اللي جايه. كل اللي واجب عليكم كلاعبين وجهاز فني ان انتوا تركزوا في المباريات القادمه ب 24 نقطه بس. بعد كده بقى اللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب، ما عندناش اي مشكله في هذا الكلام. جمهور زعلان من اللعيبه؟ زعلان من اللعيبه، زعلان جدا من اللاعبين، ولكن مع توالي الفترة القادمة وتوالي المباريات والفوز في المباريات القادمة، جمهور النادي الأهلي بيحب لعيبته جدا، ومن حقهم ان هم يزعلوا من اللاعبين، ومن حقهم ان هم يتعصبوا على اللاعبين، ومن حقهم ان هم ينتقدوا اللاعبين، ولكن هتلاقوهم دايما في ظهركم. دي رسالة للاعبي النادي الأهلي، هتلاقوهم دايما في ظهركم ودايما واقفين معاكم. فمن فضل حضراتكم الفترة القادمة مش عايزين نبص لنتائج حد، عايزين طبعا نعرف ونشوف المستوى هنا والمستوى هنا. كلنا عندنا 90 مليون خبير يعني في كرة القدم يتفرجوا على المباراة ويحللوا المباراة، ما فيش مشكلة، ولكن يبقى النادي الأهلي هو اللي في إيده كل شيء. أنا لست مع كلام اللي بيتقال إن النادي الفلاني هو اللي هيحدد الدوري هيروح لفين، لا، مش النادي الفلاني، النادي الأهلي هو اللي هيتحدد عن طريقه الدوري هيروح لفين. النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اللي موجود في النادي الاهلي هم اللي هيحددوا الدوري هيروح فين، مش اي نادي تاني. النادي الاهلي لو كسب مبارياته القادمه خلاص الدوري بتاع النادي الاهلي، ويخش بقى مع ال 40 درع اللي كانوا موجودين، او ال 40 مره اللي فاتوا. فلا، محدش هيحدد نتيجه الدوري غير النادي الاهلي، غير لاعيبه النادي الاهلي. الكل ينتظر من لاعيبه النادي الاهلي مش استفاقه الحقيقه، لانه لعيبه النادي الاهلي في المباراه السابقه من وجهه نظري ادوا مباراه جيده، ولكن هي مشكله اضاعه الفرص. من فضل حضراتكم كلاعبين ركزوا، اي 11 هيلعبوا الجهاز الفني يضع ثقته فيهم خلال المباراه القادمه، مباراه المصري، هنفضل في ظهركم، هنفضل وراكم، لان هي دي طبيعه النادي الاهلي وطبيعه جمهور النادي الاهلي. فانا مش عايز جمهور النادي الاهلي يزعل من اللاعبين. حاجه تانية مهمه الحقيقه،